السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين الأوفياء داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتم في أتم الصحة والعافية. إخواني أخواتي ومتتبعين قناة فوق شوية، عواشركم مبروكة باش ما كتمنوا إن شاء الله. ما تبخلوش علينا إخواني أخواتي باللايكات إلا وصلكم فيديو، بارتاجي وضوبلوا التعاليق وكثروا التعاليق إخواني أخواتي. في هذا الفيديو غنتكلموا على بيت مونة، غنتكلموا إخواني أخواتي على المغنية الحمزاوية والمدانة بسنة سجنا نافذا. إخواني أخواتي غادي نشاهدوا جميع هذا المقطع ديال هذا الفيديو وراجعة معكم. وي او ماي جاد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا 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 حول ولا قوه الا بالله. يا ربي ربي عفاك اختي، الا كامله قوليها لي باش ندور سافرها كامله. هي بجدة بالرياض، مثلك زيارة بقطر، مثلك بالكويت، مثل بالإمارات بإذن الله، بس أخلص أمور علي ضرورية في المغرب وبإذن الله بجيكم. رايحة ولا غنصمك أمك رايحك؟ تجي تكمشي الأرض ويا زينكم يا زين حفلاتكم. عرفتي ديك هادشي أنتي هذاك ديال تخافي ما تحشمي، هي هادي تخافي ما تحشمي. صافي دا صافي، اسكتي اسكتي اسكتي. ومالك يا بيت مونة بشي كرفة ومشنقة ولابسة التكشيطة وبعلاقتها، امالكي تشكرفتي وتشنقتي وانتي في حالة العدو الكافر بالله؟ اوه يا ناري وكنتي راس ورجعتي رجلين. وانتي مالك حنين انتي بديتي عكا تنوحي؟ واش هذاك هو الصوت؟ تيتعت مولانا الى هذاك هو الصوت؟ واه يا ناري قاعده تنبحي على عباد الله، وانتي فينا هو صوتك؟ ها ويلي فينا هو صوتك؟ واش بعتيه؟ واش بعتيه في الكباريات؟ وتقايلي وتباتي تنبحي ومشالك الصوت المصقوعه. قالت ليهم انا جاياكم من الخليج. تي عافين غاده فين غاده؟ فين غاده راه رجال البلاد باقي شادينك؟ تيقولي ليهم راني ما جاياش دروك، راني دايزه شي شويه غادي ندوز واحد الكونجي في الودايه، راه مريزيرفي ليا واحد العام، ايوا راه خاصني غندوزو على حساب الدوله. تقولي ليهم راني غادي نمشي تكون جا واحد العام عند سجن الوداية يلي تدانيتي به هي وجه البصلة. تقولي للناس الحقيقة. يا ناري قالت لهم اجيكم حبايبي اجيكم للخليج وبدي اشوفكم، ويا وحشت اعراسكم وحشت ختاينكم وحشت سبايعكم. وتقولي لهم حبيبتي راني باقا هنا باقي شاديني رجال البلاد، تقولي لهم راني درت جريمه قد قد ما مايلها. يا ناري تي عينيك طردقي فيهم وتخرجي في عينيك وتقولي لعباد الله يا زين حفلاتكم ويا زين عراسكم ويا زين تيرشرش تيرشرش ديالكم ويا يا زين يا زين ميكرواتكم ويا زين فلوسكم. وحنا اختي يا زين حباساتنا ويا زين اختي عدسنا ويا زين حبيبتي الودايا ويا زين العام اللي عدوزي، هذاك هو الزين، هذاك هو الزين عندنا. ومني عاد دوزي داك العام تاع الحبس كيما دوزاتو عويشه وكيما دوزاتو خويتك وكيما دوزاتو كلامور وكيما دوزو طاهر وكيما دوزو باقي الشيله وصحابك وخوتك، غدوزي هذاك هو النهار الزين عندنا، هذاك هو النهار اللي غادي نحتفلوا غادي نعرفوا بانه القضاء ديالنا دار خدمته. اين هو النقد والابرام ديال هاد وجه الليمونه خامجه؟
تي عين تخرى وعين تقلب على الكاع، قالت لك يا زين حفلاتكم ويا زين اعراسكم، وتخرج في عينها طيري في الخليجيه. حتى حنا اخوتي خاصنا نديروا لها شي فيديوهات بالخليجيه نيت، ها لانه بانت لي هادو جا المقله عا قاعده وتلف في عباد الله حساب لا راسها قطعت الواد من شفو رجليها. انت حبيبتي راكي راكي كي خلاتها دنيا بوطازوط وفرانيا والفيراري تفرانيا ومولات المساطه البريمي علي جاي داصص علي جاي تلمس رجاله وعيالات كل شي باغي يعرف القزيبه واش ديال بصح ولا ديال تبلعاني. يا اخوتي وعينيكم ما تشوف الا النور في اي حفله في اي كباري مشات ليه ديالها، ايوا كلشي كيجي تلمس وكلشي كيجي قيص رجاله وعيالات. يا ناري ولات عندها قبه علي جاي زار، ايوا جيبوا شويه الشمع وجيبوا شويه ليزور خضره، ايوا وجيو تزوروا قبه المشبوهه، ايوا جيبوا اخوتي الشميعات وجيو تزوروا قبه المشبوهه، راه كلشي من والا كيجي زار من والا. حلو في الغيس عطيكم طوريزاسيون، عطيكم طوريزاسيون علي بغى يجي زور علي جاي بغى يجي داصص علي بغى يجي تلمس ماشي مشكل، قبه فابور بيلي كيجيبو على الشميعات وجيو داصو ايوا تلمسو كي بغيتو. شوفوا النوعيه المساطه ديال الزوجه ديالو اللي كيقيل يدور بها من كاباري لكاباري، الرجاله والعيالات يتلمسوا ويقيسوا ويبعزوا ويشوفوا هادشي كيف عامل وكيف داير. ادويه المقرنه ادويه اللي عين تشوف على اليمين وتشوف على اليسار، حشمتي ما حشمتيش عام شي كرفه ولابسه داك القفيطين وباغا طيري وانتي في حاله العدو الكافر بالله. ديك النيبه كيخلاوها مواليعه هذيك النيبه في داك الحفل ديال القفطان طالعه فيه درتي جناح طياره في قزوزيبتك، طالعه به جناح هنا وجناح على اليمين وجناح على اليسار. هدروك حيدتي داك الجنحي اللي درتي في القزيزيبه ديالتك في المساطه الغامله ديالك، دابا حيدتي وحولتي درتي في كتيفاتك او شكرفتي كتيفاتك وشنقتي راسك بحال الا لابستك شي طبيع لاقتها، وراكي ودايره الضحك في راسك وقاعده دويتو فيا وما دويتو صوت المعزه. قسما بالله الا حدايا واحد الدار حق مولانا الكريم اخوتي حدايا واحد الدار شارين واحد جوج معاز النهار كامل وهما ما 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 على صوتها والله العالي فين ما غاوتو. نتفكر هاد المقطع اللي حطيت لكم فين ما غاوتو دوك جوج جديات فين ما غاوتو دوك جوج معزات، غنتفكر عي هاد التنويحه ديالتها عام معزه وطلقتيها شكر فوها من الكتاف والسيده بقات ها ها مالك يا حبيبتي تي زقي شويه زقي شويه تي شتي الكباريات خرطوم كيف دايره ولا ما شفتيش الكباريات اش داروا فك توليتي تنوحي بالليل وبالنهار عاد تهرب عليك الصوت تي الخليج اش عيديروا بك اش عيديروا بك الخليج ملي عيهرب لك الصوت وبديتي عا كتنوحي كي المعزه كي جدي وليتي ها 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 مالك يا حبيبتي وراك شي شويه راكي شويه مال الكباريات راهم خرجوا عليك الصقعه ومسقعت ليا شنو عاد ديري ملي يمشي لك الصوت تهزي السيف تي امك عاد تهزي تي امك السيف وتمشي وتقريسيو في عباد الله هادشي اللي عاد ديرو ايوا راه امك موالفه تهز السيوفه امك راه موالفه تهز السواطر ايوا نيت ديرك حدا مكافشها وتمشيو قريسيو مع السرويه قريسيو مع السرويه في عباد الله في الناس اللي خدامه بعرقها بعرق الجابين ديالها. قالت لهم اني جاي عندكم يا زين حفلاتكم ويا زين عراسكم ويا زين فلوسكم ويا زين دراهمكم تيقولي لهم راه قوادت عليا في المغرب راه ما بقى يعطيوني 20 درهم ما يرميوهاش عليا في الكباري تلمسوا ويبعزوا ويقيصوا وفي الاخير ما يرميوش ليا حتى 10 دراهم. اوه يا ناري وعلى حشومتك اخواني اخواتي نطالب
نطالب أين هو النقد والإبرة تاع المغنية. كلات على عباد الله بلا غسيل، من كباري الكباري ومن سطح لسطح، قاعدة السيدة تصول علينا وتجول من كباري الكباري. احنا بغينا القانون يطبق على الجميع كيف ما تطبق القانون على الأستاذ سي محمد المديمي، بغينا القانون يتطبق على الحمزاوية المغنية كيف ما تطبق القانون على باقي الشلة ديال عصابة حمزة مون بيبي. مالاش تكون هي على راسها ريشة، راه بشار كيفنا كيفها، خاصة تدوز العقوبة الحبسية ديالها. ونطالب أين هو النقد والإبرام تاع المغنية. هاي المغنية تي رحنا سكتنا عليك، تبردو عليك الودنين، بردو عليك ودنيك واتقلاصة ومن شدة البرودة. والله حبيبتي لا باقي طلقنا منك، هنظروا تانعيا ونتكلموا في المواضيع تانعيا، وراجعين لك راجعين لك حتى تمشي تدوزي العقوبة الحبسية ديالك. اخواني اخواتي، كان هذا فيديو ديالنا ديال اليوم، نبغيكم ونموت عليكم احبابي في الله، عواشركم مبروكه من الصباح حتى لدروكه، باقي نقولها لكم ونعاودها لكم، تيسالي العيد اخواني اخواتي. ما تنسوناش من التعاليق، ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم الجميله وتعليقاتكم الرائعه، بارطاجيو دوبلو التعاليق اخواني اخواتي. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، خليت لكم الراحه والسلام عليكم.